وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسي. دكتور كريم، زيارة هامة للرئيس السنغالي ماكي سال إلى القاهرة، إذن مغزى هذا الانعقاد وتوقيت الزيارة؟ طبعا يعني احنا هنا يعني بنتحدث عن في رغبة قوية لدى الدولتين، مصر والسنغال. السنغال تريد أن تقوي رابطها الاقتصادية مع مصر وتستفيد من التجربة التنموية اللي قامت بها الدولة المصرية في الفترة الأخيرة. على الجانب الآخر هنلاقي أن مصر يعني بتحاول تقوي روابطها مع دول غرب أفريقيا ودول الساحل الغربي، وبالتالي على اساس بنعتبر ان السنغال من الدول الكبرى هناك، وان يمكن يعني بنحاول ان احنا نزود، او الدوله المصريه بتحاول انها تزود حجم تجارتها مع تجمع الايكواس. تجمع الايكواس الذي لا يعلم هو تجمع غرب افريقيا، في 15 دوله يمكن تاتي على راسهم بوركينا فاسو وغانا والسنغال وباقي الدول التي تجد في غرب افريقيا. كمان يعني تجمع الايكواس نقدر نقول عليه من التجمعات النشطه اقتصاديا الى حد ما، كمان رغم ان هو تجمع يشمل 15 دوله من الدول الغرب الافريقي، لكن مصر تعتبر عضو مشرف في هذا، عضو مراقب عفوا، تاخذ صفه عضو مراقب في هذا التجمع الهام، وان ده كان يدل على يعني اهميه مصر والدور اللي بتلعبه في القاره الافريقيه. انا قلت يعني يمكن ان حجم التجاره بين مصر وبين السنغال لا يتناسب مع قوه العلاقات بين الدولتين اللي الدوله المصريه بتحاول انها تزودها الى حد ما وبشكل كبير. يمكن يعني تتراوح حجم التجاره بين مصر وبالسنغال من 30 مليون دولار في عام 2015 الى 65 او 68 مليون دولار في عام 2018 و19، وبالتالي احنا بنشايف يعني ان الرقم ده ضعيف طبعا وضئيل يعني، وتسعى طبعا الدوله المصريه انها تكون السنغال نقطه انطلاق لصادراتها لباقي الدول الافريقيه. طبعا يعني حجم التجاره مع السنغال تقريبا 95% منه او اكثر كمان، 96% هي صادرات مصريه للسنغال. مصر بتصدر للسنغال مواد البناء والسيراميك والادوات الصحيه وبعض المنتجات الكيماويه والاسمده والدواء وبعض الملابس الجاهزه والسجاد والسلع الغذائيه المصنعه، في حين ان احنا وارداتنا من السنغال يمكن بتتركز في الاسماك، لان السنغال من الدول التي يعني من الدول التي تصدر ومنتج جيد للاسماك. ايضا يعني بالنسبه للاستثمارات المصريه في السنغال هنلاقي ان في مقارب من 10 شركات مصريه تعمل في السنغال في مجالات زي البنيه الاساسيه والاتصالات والخدمات والزراعه وخلافه، بالاضافه لان مصر يعني كانت ضيف معرض دكار الدولي، ويمكن شاركت فيه اكثر من 20 شركه مصريه علشان تحاول تعمل نوع من انواع الترويج للمنتجات المصريه هناك، بالاضافه لان يعني في قطاع الطاقه نقدر نقول عليه من القطاعات الهامه اللي السنغال ترغب بشده ان هي تتعاون فيه في مصر. تاتي يعني الاهتمام بقطاع الطاقه، لان السنغال على الرغم انها دوله يمكن في السنوات الاخيره حققت معدلات نمو جيده، الا انها يعني لديها ربع عدد السكان تقريبا يفتقدون لمصدر من مصادر الكهرباء، وبالتالي يعني فكره تجربه مصر في قطاع الكهرباء خاصه في قطاع الطاقه الشمسيه والطاقه المتجدده، لان السنغال بتعتبر من افضل دول غرب افريقيا للمزارع الشمسية، وأيضا مصر في منطقة شمال أفريقيا والشرق المتوسط. كان حتى في مسؤول كبير رئيس الوزراء السنغالي من بضعة سنوات جزر محطة بنبان للطاقة الشمسية، وبالتالي أن نقل تجربة محطات الطاقة الشمسية ومزارع الطاقة الشمسية نعم. تعتبر من التجارب التي هذا ما توج أيضا بمذكرة التفاهم التي انعقدت في مجال الطاقة اليوم ما بين الدولتين الصديقتين، لكن أيضا حدثني عن ما يخص ملف سد النهضة، رئاسة السنغال المرتقبة للاتحاد الإفريقي، وقضايا تخص القارة الإفريقية بشكل عام وما تفرضه جائحة كورونا عليها. طبعا احنا هنا يعني من يعني احنا هنا في انتظار ان السنغال يعني كالرئيس القادم للاتحاد الافريقي، وبالتالي طبعا يعني الاتجاه لدى الافارقه الان في مزيدا من التكامل ومزيدا من الحلول الافريقيه لمشاكلنا. واظن طبعا يعني ان السنغال والرئيس السنغالي يعني هيلعب دور كبير خلال رئاسته للاتحاد الافريقي في ان هو يقرب وجهات النظر وفي فيما يخص ازمه صد النهضه، خاصه يعني على الجانب الاخر ان الجانب المصري يعني ابدا استعداده ذاته لدعم جهود التنميه في اثيوبيا او في اي دوله افريقيه، وان يعني العلاقات او التعامل في نهر النيل
هو مزيدا من التكامل الاقتصادي والتعاون بين كل الدول التي تطل على نهر النيل. مصر دائما تتبنى مبدأ التعامل والتكامل ومزيدا من التنمية للجميع. نعم، أيضا النظم الصحية وجائحة كورونا، توطين الصناعات فيما يخص العلاجات الخاصة بكورونا، وأيضا تناول اللقاحات كحق لشعوب الدول الإفريقية. يعني طبعا احنا زي ما كنا بنقول ان مصر كانت من اوائل الدول اللي هي يعني نادت ان يكون اللقاح متاح للجميع، وان حقوق الملكيه الفكريه تبقى من حق جميع الدول ان هي تقدر تصنع اللقاح. طبعا في عجز كبير في لقاح كورونا ولقاح كوفيد لمختلف انواعه في الدول الافريقيه، وبحكم ان مصر من الدول اللي خدت اكثر من رخصه، سواء رخصه اللقاح الروسي تصنعه او اللقاح الصيني انها تصنعه في مصر، فبالتالي واحنا بحكم ان احنا لدينا بنيه تحتيه جيده في مجال صناع اللقاحات والامصال، فاظن يعني ان ده ايضا هتكون صادرات الادويه وصادرات اللقاحات والامصال هتكون من الصادرات اللي هيكون ليها دور كبير في العلاقات الاقتصاديه والتجاريه بين مصر والسنغال القادمه ان شاء الله. بناء الكوادر البشريه وتبادل الخبرات، يعني احنا برضو بنقول ان التجربة التنموية المصرية بحكم ان احنا دايما بننظر اليها كانها تجربة رائدة، والجانب السنغالي يسعى بشدة في هذا المجال. احنا ايضا عندنا على البعثات الثقافية والتعاون في مجال الثقافي والقوى الناعمة، الازهر الشريف حاضر بقوة في السنغال، يمكن الطلاب السنغاليين موجودين في الازهر الشريف ما اقتربوا من 300 بحثة دراسية سنويا تقدم الى السنغال، وده يعني بيكون انعكاساته جيدة على قوة الروابط بين مصر وبين دول غرب افريقيا بصفه عامه والسنغال بصفه خاصه. يمكن كان شيخ الازهر اعلن في تصريح سابق منذ بضعه شهور ان هو على الازهر عنده استعداد انه ينشا مزيدا من المعاهد الازهريه والمراكز الفكريه التي تنشر الفكر الازهري والاسلامي المعتدل في منطقه غرب افريقيا. نعم. وده ايضا جانب يعني يهتم به ايضا هذا جزء يهتم به الجانب السنغالي، لان طبعا التدريب ورفع الموارد ورفع كفاءه المواطنين السنغاليين ده جزء ايضا تهتم به الدوله المصريه. وكان الرئيس المصري حتى اعلن في اكثر من مؤتمر فيما يخص الشان الافريقي ان مصر تدرب وتعلم وتقوي الافراد والشباب الافريقي بشكل مستمر. اشكرك جزيل الشكر الدكتور كريم العمده، استاذ الاقتصاد السياسي.